ثلاثية أفضل سلسلة تجسس واغتيال اللي بدأت في 2016 من فريق أيو Interactive توصل إلى آخر أجزائها، ومثل ما وعد فريق التطوير بأن الجزء الثالث بيسمح لك بتجربة مراحل الجزء الأول والثاني. مع كل التحسينات اللي تواجدت بالجزء الثالث من ميزات وقدرات جديدة، وهذه التحسينات تشمل رسوم محسنة، تحسينات وعناصر جديدة في أسلوب اللعب، بالإضافة إلى تحسينات تشمل التحريك والانعكاسات على الأسطح. براينا هذا هو امثل وقت تدخل فيه بشكل عميق لواحد من اعظم سلاسل التخفي اللي قدمتها صناعه الالعاب خلال احداث هذا الجزء بتزور العديد من المدن المختلفه حول العالم بمختلف بيئاتها وهدف العميل 47 في هذا الجزء هو لانهاء على مجموعه من اصعب واكثر الاشخاص حمايه على مر تاريخ هذه السلسله طبعا مهما كانت خبره العميل 47 لا يزال بحاجه الى عده مرافقين ومن هنا يأتي أهم وأعز شخصين عنده وهم لوكاس غراي وديانا بيرن ويدز. هذين الشخصين يلعبون دور كبير في التعزيز للعميل 47 أثناء أدائه لمهمته الأخيرة وهو يقضي على شركاء وعملاء جماعة البروفيدنس لكن مثل أي حكاية تجري الرياح بما لا تشتهي السفن وعالم اللعبة بيختلف على كل من العميل 47 ومواطني هذا العالم السوداوي نجي الان لمهمات اللعبه والقصه اللي تطرحها بكونها الجزء الاخير من السلسله فبيشوف اللاعب خلال تختيمهم الاول العديد من المشاهد القصصيه داخل المراحل نفسها اشياء ثانيه خلال تختيمتك الاولى بتشمل ادوات وملابس معينه بدايه المهمه من مكان معين وحتى منطقه الهروب بعد نهائك للمهمه بتكون محدده لك كل هذه النقاط تلعب دور مره مهم في بناء الاحداث حتى تعزز الختامية المثالية لهذه الثلاثية لكن بمجرد ما تنهي هذه المهمة مرة واحدة راح تتوفر الحرية اللي تعودنا عليها في الأجزاء السابقة اللعبة ما راح تجبرك في انك تاخذ توجه معين حتى تتخلص من الأعداء لكن اذا حبيت تتعرف على عالم اللعبة ودوافع الشخصيات فننصحك باتخاذ التوجه القصصي اسلوب اللعب والتحكم لا يزالون في قمة المتعة وكل مرحلة عبارة عن عالم ضخم نسبيا وتقدر تتفاعل فيه مع كل كبيرة وصغيرة نتحدث هنا عن ابسط الاشياء مثل انك تتفاعل مع علبة مشروب غاز ولا تهكر السيرفرات وأشياء أكثر. أحد الأدوات الجديدة للعميل 47 هي الكاميرا اللي عن طريقها راح تفتح النوافذ وتهكر الأبواب المغلقة وبرضه يمديك تستعمل الكاميرا في أنك تحلل الأدوات من حولك حتى تعرف معلومات أكثر عن المرحلة وراح تفتح لك المجال بأنك تلقى طرق مختلفة لاغتيال أهدافك. والفريق برضو سرع من حركه العميل 47 عن طريق تواجد اختصارات معينه في كل مراحل اللعبه، ولما تفتح هذه الاختصارات راح تظل مفتوحه لك لما تجي تلعب المرحله مره ثانيه، وهذه النقطه بتلعب دور مره كبير ومهم حتى انك تلقى طرق جديده للتخلص من اهدافك بشكل اسرع، وبشكل عام هذا الجزء يوفر شريحه كبيره من الطرق الجريئه اللي بتتطلب تخطيط مره حذر حتى تقدر تنفذها وبتعطيك شعور مره مرضي ما تحصله في اي لعبه تخفي ثانيه. مظهر اللعبه جدا جميل وكل منطقه من مناطق الجزء الثالث بتستعرض لك عوامل مختلفه من مظهرها الرهيب بعضها بيستعرض الاناره الطبيعيه وظهور انعكاساتها داخل برج خليفه وبعضها بيعكس لك الاجواء البريطانيه القاتمه واخيرا انوار النيون والاجواء الممطره في مدينه تشونكينج اللي قدرت تقدم معماريه مدينه مختلفه تماما عن ما تعودنا عليه من هذه السلسله والمزيد من المراحل الثانيه اللي نشوفها من افضل المراحل في هذه السلسله مع ان بيئه اللعبه جدا جميله لكن للاسف حتى بعد ثلاثه اجزاء بتشوف عدد كبير من الام بي سيز يملكون تفاصيل خاليه من التعابير على وجوههم وايضا جوده وجوههم ضعيفه مما يكسر من اندماجك في عالم اللعبه بعض المهمات الجديده في الجزء الثالث قدمها فريق اي بشكل جذاب بدلاً من انهم يحددون لك اهدافك، في بعض المراحل راح تجد انك تعيش دور شخصية مختلفة بالكامل، مثل شخصية محقق اللي عززت من حس الاستكشاف، وهذا شيء جميل لانها تعود اللاعب على التركيز من البيئة من حوله. مهمة ثانية اعجبتني كانت مختلفة ومثل عادتها راح تبحث وتتخلص من اهداف معينة، لكنك ما تعرف اشكالهم او حتى موقعهم، فهذه نقطة مرة ممتازة في تدريب اللاعب على الاندماج في العالم وتقعد تتسمع على كل المحادثات، لانها راح تبين لك هدفك، وهذا التوجه اشوفه شيء مرة مرحب فيه وهو مثل المرحلة التدريبية لكنها بشكل مخفي وبتحسن من اسلوب لعبك في هيتمان حتى ترفع من تجربتك لهذه السلسلة بشكل عام العيب الوحيد هو اني تمنيت ان هذا التنويع كان موجود في اغلب مراحل اللعبة لأنه اعطى جوهر وروح لهذه السلسلة وتواجده ممكن يجذب لاعبين اكثر لها ثلاثية هيتمان The World of Assassination مرت في مراحل مختلفة وفريق التطوير كان يتعلم ويحسن منها اثناء اللعب حتى يقدروا يصنعون الجزء الافضل من سلسلة هيتمان التحكم والحركه البطيئه ممكن ما تعجب الكل لكن اي شخص فاتته تجربه هذه الثلاثيه فهو ضيع فرصه في التعرف على فن الاغتيال في واحده من امتع العاب التخفي